بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوجستين. اهلا بحضراتكم في بث دكتور اوجستين. هنتكلم عن معجزات السيد المسيح, شفاء المرضى واقامه الاموات, وربنا يقيم موتانا ويفتح اعين العميان وينصر المظلومين. رجاء مشاركة البث لكل الأخوة والأخوات عشان نبدأ بنعمة ربنا في هذا الموضوع الهام. يلا يا جماعة, هيا بنا. نتكلم عن أعمال ربنا يسوع المسيح النهاردة. بس رجاء شاركوا من فضلكم. عشان نبدأ عايزين عدد نجمع أول ما نتجمع نبدأ على طول. لايكس يلا يا جماعة نتجمع مع بعضينا. شكرا عنا اللايكس. رجاء مشاركة البث لكل الأخوة والأخوات واللي حابب يطلع جيست. عايزين الكل يعرف ان احنا ابتدينا البث النهاردة. معلش انا مش عارف اوحد ميعاد عشان الدنيا خربانة معايا في المواعيد, لا مؤاخذة يا جماعة, عذرا. رجاء مشاركة البث لكل الأخوة والأخوات عشان نبدأ مع بعضينا اليوم عن معجزات السيد المسيح بالتفصيل وقول الآباء الخاصة بالمعجزات. صباح النور معلم, اهلا, كيف حالك؟ تيني سلام ونعمة, يا اهلا اهلا. يلا يا جماعة مشاركات. حضرتي الحمد لله نشكر الله ماشي الحال, نشكر الله. كده الشاشة تمام والانترنت فل الفل صح؟ الحمد لله اخيرا.
هنبدأ بإذن ربنا موضوعنا وهنتكلم عن معجزة يوحنا تقول منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 9. والمعجزة هنا فيها شهود عيان، ما ينفعش بقى يجي حد يقول لك ايه ده احنا نتبع نبي والنبي ده عمل معجزات ومحدش شاف له معجزاته، ده مش نبي. معجزات يبقى فيه شهود عيان اكدوا ان الموضوع ده فيه اعجاز، شافوه، شافوا ان العملية دي تفوق القدرة البشرية، يبقى دي معجزة. لكن مش اي حاجة هوبا اصل انت عملت معجزة، فين المعجزة؟ ولا الهوى، ده مش مش كلام، ده مش حقيقي. القديس كرولوس الاسكندري علق في معجزة تفتيح عيني الاعمى، قال عنها: فبينما هناك نبوءة قديمة جدا تخبر عن مجيء مسيح هكذا حينئذ تنفتح عيون العمي في اشعياء 35:5. نجيب سفر إشعياء 35:5. حينئذ تتفقح فهذا هو المسيح، وهو الذي يحقق بطريقة شاملة وكاملة الأمور التي بشر بها منذ القديم، لأنه لم يكن هناك أحد غيره يفتح أعين العميان. فما الذي سوف يقف في طريق الإيمان إذن؟ وما الذي سوف يبعدنا عن قبوله؟ يبقى معجزة هي ثابتة، وهي معجزة تفتيح أعين المولود أعمى. مولود أعمى. إنجيل معلمنا يوحنا 11 آية 1 لآية 3 لآية 44 كمان بتتكلم عن إيه؟ معجزة إقامة السيد المسيح لعازر من الموت بعد أن أنتن وتحللت أعضاء. وكان الواقفون عند القبر شمين روح التعفن والتحلل، والمعجزة في حد ذاتها هي خلقة أعضاء اتحللت. والله قادر انه يقيم الاموات. عدى عليه يوم، عدى عليه شهر، عدى عليه سنة، عدى عليه سنتين، مهما كان ربنا قادر. وفي الحالة دي برضو هي معجزة خلق. فالعمل اللي قام به السيد المسيح بيظهر قدرته، هو الخالق. غير معلمنا يوحنا إصحاح 11 من آية 1 لآية 44. من غير معلمنا يوحنا 2 من 1 ل 11 بيتكلم عن ايه؟ رأيكم فاكرين الشاهد ده؟ في معجزة عرس قنا الجليل حول السيد المسيح للمية لخمر غير مسكر، وأزال حرج العريس. الخمر معروف في تركيبه إن هو يحتوي على كربون، يحتوي على كربون، يبقى كده معناها معجزة خلق جديدة. العنصر ما كانش موجود، يبقى كده معناها معجزة خلق جديدة. العنصر ما كانش موجود، ده تمت بإرادة ربنا يسوع المسيح، مش بأمر حد، بالإرادة على طول. معجزة إشباع الجموع بخمس خبزات والسمكتين. السيد المسيح أشبع الجموع 5000 رجل عدد النساء بخمس خبزات وسمكتين.
يعني خلق مادة ما كانتش موجودة. محدش يقنعني ان رقم 65 مفترض يتكاثر. يعني ايه الشاهد؟ انجيل معلمنا متى اصحاح 14 من آية 15 لآية 21. كمان زيها معجزة إشباع 4000 رجل عدا النساء والأطفال بسبع خبزات وقليل من سوار السمك. إنجيل معلمنا متى 15:32-38. كلها معجزات خلق، وأخطرها طبعا معجزة إقامة العذر. وأتمنى وأطلب من الله أن يقيم والدي مرة أخرى وهو يستطيع. الله يستطيع. الذي نقل جبل المقطم يستطيع إقامة والدي، يستطيع إقامة أي متناجح. في اسم ربنا يسوع المسيح وشفاعة أم النور وكل صفوف الشهداء والقدسين. السيد المسيح ليه قدرة على كل شيء. ازاي؟ ليه سلطان على الملائكة. بعد التجربة جات الملائكة تخدمه. انجيل معلمنا متى اصحاح 4 اي 11. وكانت معاه فستان جسيماني لوقا 22:2-43. كانت بتمجده، وهي اللي اعلنت قيام بطرس ويوحنا متى 28:6. وكانت مع السيد المسيح عند صعوده للسماء اعمال 1:9-11. كمان رأى القديس يوحنا الحبيب الملائكة والطامات السمائية وخرت وسجدت للسيد المسيح. رؤية 5:11. مش بس كده، هلاقي سلطان السيد المسيح على الشياطين والأرواح النجسة. وبنشوف كتير من إخواتنا المسلمين بالذات بيجولنا الكنايس وبيتصلى باسم المسيح وبيترفع مرقس 1:22-24. شفاء الإنسان اللي عليه اللاجئون كان فيه شياطين كتيرة. لوقا 8:26-39. شفاء المجنونين الهائجين في كرة الجرجسيين. متى 8:28-34. شفاء الولد الأخرس الأصم المصاب بالصرع. مرقس 9:14-29. شفاء المرأة المنحنية واللي سكنها الشيطان لمدة 18 سنة. لوقا 13:10-17. شفاء ابنة الكنعانية وطرد الشيطان منها، والكلام ده كان عن بعد. متى 15:21-28. إخراج 7 شياطين من مريم المجدلية. مرقس 16:9. اليهود مش مؤمنين هات الشاهد. يقول القديس أثناسيوس الرسولي في تعليقه على سلطان السيد المسيح على الأرواح النجسة: فمن ذا الذي يرى سلطانه على الأرواح النجسة؟ أو من ذا الذي يرى الأرواح النجسة تعترف بأنه سيدها ويساوره الشك بعد ذلك فأنه هو ابن الله وحكمته وقوته؟ ما شفناش أي حد من الأنبياء أو من يدعي النبوة بيعمل الأعمال اللي بيعملها المسيح دي كلها، مجتمعة مع بعضها، مجتمعة، مفيش. السيد المسيح ليه سلطان على الشيطان؟ زي ما بقول لكم كل الناس بتيجي كنايس مسلمين ومسيحيين وغيره 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 عشان يتم اخراج الشياطين من عليهم او الاعمال السحريه باسم المسيح فقط. كل شاهد واحداث مصوره وحاجات زي كده، لأن المسيح والله ظهر في الجسد.
موجة تشبيع الجمهور من 5 خبزات والسمكتين هي السلطان على المادة أصلا. متى 14 من 15 ل 21 30 لغاية 38. يوحنا 2 من 1 ل 11 هي معجزة خلق أيضا ومعجزة سلطان على المادة. آمين. سلطان السيد المسيح على الطبيعة. نبتديها بمعجزة إسكات البحر الرياح. إنجيل معلمنا مرقس صح 4:39-41. قام وانطهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا، فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. دي مش أي حد يعملها. ودي متوافقة مع نبوة المزمور: يا رب إله الجنود من مثلك قوي. في آخر مزمور 89:8-9: أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. كمان معجزة المشي السيد المسيح على المية. السيد المسيح جه لتلاميذه السفينة في عرض البحر وهو ماشي على المية، وأمر بطرس يمشي فمشى، ولكن بطرس شكك فابتدى يغرق فمد يده ربنا يسوع وأنقذه، ودخل بيه السفينة فسكنت الريح. الناس سجد له في السفينة وقالوا له: بالحقيقة أنت ابن الله. متى 14:25-32. هات الشاهد، هات الشاهد، متبقاش بتقصص. المسيح هنا كان بيوجههم لوالدهم. السيد المسيح ليه سلطان على النبات، ليه سلطان على النبات، بان ازاي؟ بان في الشخصيات المنافقة، وكان المثل ليها: شجرة التين قال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. الشجرة دي طبعا كان صباح يوم الاثنين عقب أحد الشعانين. سيد المسيح وماشي كان مع تلاميذه شاف الشجرة والتين تحمل ورق وما فيهاش ثمر، ورق وما فيهاش ثمر، فتلعنت رفضت. بالظبط زيها زي اللي بيدعي التدين. السيد المسيح ليه سلطان على الحيوان. معجزة صيد السمك الكتير. انجيل معلمنا لوقا 5:1-11. ومعجزة صيد السمك الكتير بعد القيامة. انجيل معلمنا يوحنا 21:1-6. واخراج ارواح نجسه والسماح لها بالدخول في قطيع الخنازير. مرقس 5:1-20. يعني السيد المسيح ليه سلطان على عالم الاسماك وعالم الحيوان، اما انت فليس لك سلطان على نفسك يا من تهزي. عمل لنفسه فضيلة بلا قرف. فضيلة يوم الرزيلة تبقى ازاي؟ تعلمه ايه يا بغال، يا بغال؟ معجزات الشفاء مش تعدش من الكسرة بتاعتها، ما تتعدش من الكسرة بتاعتها.
انجيل بنتقري كتير جدا في صلاة الغروب، وهو وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة يقدمونه إليه، فوضع يده على كل واحد منهم وشفاهم. لوقا 4:40. أمراض مختلفة، أمراض مختلفة. مت 4:23-24. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب إلى آخر الآية 24. فحضروا إليها جميع السقماء المصابين بأمراض أوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. المفروض ده عند المكوجي، انت عشان مش عارف خليك كده تاخد ميوت. متى 11:4-6. السيد المسيح قال لتلميذي يوحنا المعمدان: اذهبا واخبرا بما تسمعان وتنظران، العوام يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون الصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعصر فيه. وفي سلطان السيد المسيح على الأمراض، عشان كده بيقولوا شيت المرضى يشفي أمراضنا وأجساد نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. كل الأمراض، كل أنواع الأمراض ربنا قادر على شفائها، كل أنواع الأمراض ربنا قادر على شفائها. استأذنكم شركة البث وعمل لايكس. معجزات الشفاء كمان تمت بأنواع مختلفة جدا. السيد المسيح كان بيشفي المرضى بوضع يده على الجزء المصاب زي ما عمل مع شفاء العميل متى 9:27-31، وأحيانا بيشفي المرضى مجرد اللمس زي شفاء الأبرص لوقا 5:13. وأحيانا لآية 10. سلطان السيد المسيح على الموت أقام كتير وهيقيم كتير ولسه ما انتهتش معجزات ربنا. يذكر الوحي المقدس أن السيد المسيح جعل العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون. مين حد يقول لي حد من الأنبياء كان بيعمل كل الكلام ده مع بعضه؟ لا يوجد أعظم من السيد المسيح. جه معلمنا متى 11:5. معنى كده إن في احتمالية إن السيد المسيح أقام أموات تانيين وهيقيم بإذن الله أموات تانيين، ولكن الإنجيل ذكر بالتفصيل 3 فقط. ابنة ياروس رئيس المجمع اللي كانت مازالت في البيت مرة 22:43-43. ابن أرملة نايين حملوه في النعش وخرجوا به ليدفنوه لوقا 7:11-17. لعازر اللي كان ليه 4 أيام في القبر لوقا 11:1-45. نجيب بقى ذكر المعجزات دي جوه الكتاب المقدس. فين كانوا مستعدين؟ لما جاوبني يا نسيم على حديث قوم الزط، ماذا كان يفعلون وبيزطوا بيعملوا ايه؟ مبرم لسانك ولا لسانك مبرم منك؟ معجزة تحويل الماء
إلى خمر اتذكرت في إنجيل معلمنا يوحنا 2:1-11. شفاء ابن رجل من حاشية الملك يوحنا 4:43-54. شفاء المسكون بروح نجس اتذكرت في إنجيل معلمنا مرقس 1:21-28 وإنجيل معلمنا لوقا 4:31-37. نكمل. شفاء حماد بطرس انا عايزك تهري اهري كده اهري يا مهري وانا على مهري اهري انا عايزك تهري كده اهري في التعليقات زي ما انت عايز اهري. شفاء حماد بطرس انجيل معلمنا متى صح 8:14-15. شفاء المصاب بالبرص امين حتى 8:1-4 مرقس 1:40-45 لوقا 5:12-16 مفلوج المدلى من السطح وغفر الخطايا على فكر متى 9:1-8 مرقس 2:1-12 لوقا 5:17-26 مريض بيت حزدة البركة اتذكرت في معلمنا يوحنا 5:1-17 شفاء ذي اليد اليابسة متى 12:9-13 مرقس 3:1-6 لوقا 6:6-11 شفاء كتير عند بحيرة جليل متى 12:15-21 مرقس 3:7-12 شفاء المجنون الأعمى والأخرس متى 12:22-23 شفاء خادم قائد المياه اتذكرت في 2 متى 8:15-13 ولوقا 7:1-10 إقامة ابن أرملة ناين اتذكرت في لوقا 7:11-17 إخراج 7 أرواح من المجدلية مريم المجدلية مرقس 16:9 ولوقا 8:2 تسكين العاصفة والبحر متى 8:23-27 مرقس 4:35-41 لوقا 8:22-25 إخراج الشياطين وغرق الخنازير كان معلمنا متى صح 8:28-34 معلمنا مرقس 5:21-21 لوقا 8:26-39 شفاء مرأة نازفة الدم متى 9:20-22 مرقس 5:25-34 لوقا 8:43-48 يوحنا 6:1-15 ربنا يسوع بيمشي على المية متى 14:22-33 مرقس 6:45-56 يوحنا 6:16-24 شفاء ابنة المرأة الكنعانية متى 15:21-28 مرقس 7:24-30 شفاء أصم أعقد مرقس 7:31-37 شفاء كسرين 15 متى 15:29-31 إشباع 4000 متى 15:29-39 مرقس 8:1-10
شفاء الأعمى في بيت صيدا، مرقس 8:22-26، معجزة التجلي، متى 17:1-8، مرقس 9:2-8، لوقا 9:28-36، شفاء الأخرس الأسم المصاب بالصرع، متى 17:14-20، مرقس 9:14-29، لوقا 9:37-43، إيجاد الإستار في السمكة، متى 17:37، شفاء الأعمى منذ ولادته يوحنا 9:1-41، شفاء المرأة المنحنية لوقا 13:10-17، شفاء المصاب بالاستسقاء لوقا 14:1-4، إقامة العذر من الموت يوحنا 11:1-44، شفاء العشرة المصابين بالبرص لوقا 17:11-19، شفاء عميين متى 20:29-34، مرقس 10:46-52، لوقا 18:35-43، لعن شجرة التين وجفافها في الحال، متى 21:18-22، مرقس 11:12-26، إبراء أذن عبد رئيس الكهنة، إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 22:50-51، غضب الطبيعة وقت صلب المسيح 27، متى 51-55، مرقس 15:33-36، ولوقا 23:44-48، أيام السيد المسيح متى 28:1-15، مرقس 16:1-8، لوقا 24:1-12، ويوحنا 20:1-18، معجزة سيد السمك الكثير بعد القيامة 21 يوحنا، إنجيل يوحنا 21 من آية 1-14. لو عدينا معجزات السيد المسيح نعد مع بعضينا، 1-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 42 معجزة للسيد المسيح أيدها الكتاب المقدس الإنجيل، ويجي بعد كده أشخاص ما لهمش 30 لازمة، يقول لك المسيح ما عنده معجزة واحدة أصل اتولد بدون زرع بشر، اللي هو ازاي دي مش المعجزة الوحيدة، في معجزات كتيرة، يعني فوق ال 42 43 معجزة السيد المسيح عملهم، السيد المسيح عملهم. اللي عايز يسأل جست مفتاح، جست مفتاح الجست متاح، خليك جريء واسأل. يلا تشجع تشجع واسأل، تشجع واطلع جست. يلا، معجزات السيد المسيح بتتفق مع كلامه، عمل وعلم. السيد المسيح ما كانش بيعمل معجزات بالإيحاء، بالإيحاء. يلا يا عم جمد قلبك واطلع اسأل، جمد قلبك واطلع اسأل، سيبك من قاعد التكست ده ملوش لازمة. ما توقش بقى، ولا مصر ولا كسرى، ما توقش ما توقش ما توقش.
واحد نقول له استاذ مثلا عمل 43 معجزه ما فيش عليهم اختلاف، يقول لك هري اهري 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 مهري وانا على مهلي، اهري 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 انا عايزك تهري تاني اهري تاني، شدد كده واسال، شجع كده واسال، ما تقولش ايوه ثلاثة بس، اقعد ساكت اقعد ساكت، او ما اكتر من ثلاثة، بس تذكروا في الانجيل ثلاثة، الموتى يقومون، متى 11:5 تقدر تبص عليها وتفتح، مش الموتى يقومون مش معناها ان ثلاثة بس، يعني في احتمالية اكتر من كده. حد عندك موت واحد او واحد حتى ولا يموت ويقوم وموت؟ قول لي عليه بس. هاتلي حد قوم ثلاثة بسأل. تفضل. تفضل اسأل. ايه رأيك في البروستان؟ تعال اعرف الرأي. هلا ولا براي بسطنط. اطلب جيستون اقول لك رأي في البسطنط. نت عندي ده. لا لا مش تحت السفر، انت اللي بتوهم. بالعكس باقة وتعتبر أكنها important person، مش هقول لك very important. اطلب جست. مش معنى ان في ضيف عندهم السيد مسيح على انه والله مش مرة واحدة فعل الافعال اللي هي فعل الافعال اللي هي
مش مرة واحدة. يلا تشجع النت كويس، انتوا بس اللي بتهروا، انتوا بس اللي بتهروا. مشيت ليه؟ يلا هاتي، يعني ما تقطعش بس النص من مضمونه، قطع الحتة اللي على مزاجك، قطع الحتة اللي على مزاجك. ثلاثة وأربعين معجزة وأزيد منهم. تأكد أن المسيح والله. تحرير مع بعض، تحرير مع بعض. يلا يا جماعة يلا، عنده سؤال يتفضل يسأل. عنده سؤال يتفضل يسأل. يا الله يا جماعه،